السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي من خلال برنامجنا. نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون منها بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية اختيار المدرب الصحيح وكذلك المدرب اللي يساعدني على الوصول إلى هدفي. طبعا الكثير عارف أن خصوصا في الوقت الحالي عدد المدربين كثير، ولكن كيفية اختيار الأفضل من هذه المدربين وعدم ضرر الأشخاص. عدم ضرر الأشخاص بمعنى الكثير من المدربين، أو نقول بعض المدربين، ينصح اللاعب انه ياخذ اللي هو هرمونات وابر وبالتالي وعقاقير اللي تساعده في اللي هي بناء جسمه، ولكن هذا الموضوع خاطئ. هذه الامور راح تسبب له اللي هي سايد افكت او امور سلبيه، فبالتالي مستقبلا راح تلاحظ ان اصاب الشخص في بعض الامراض، وايضا ممكن انها تسبب مشاكل لوظائف الجسم، سواء الكبد، سواء القلب، سواء الكلى، وايضا امور اخرى. فبالتالي انت هني اختيار المدرب اللي دائما يرشدك على الطريق الصحيح، عدم اخذ الهرمونات، ممكن السبلمنت ما فيها اي مشكله، المكملات الغذائيه، ولكن ينصحك اكثر شيء انك تتمرن بالشكل الصحيح، وانك تتناول غذائك بالشكل الصحيح، وانك تنام، لان الثلاث اشياء هذه هي المهمه. النوم يساعدك على بناء الجسم والاستشفاء العضلي. التمرين يساعدك على تمزيق العضلات، وبالتالي يساعدك على تمزيق العضلات وشد الجسم. التغذية تساعدك على بناء الجسم وإعادة الاستشفاء العضلي وتغذية الجسم بشكل كبير. فلاحظ ثلاث أشياء مرتبطين ببعض. فالمدرب الصحيح راح اللي هو يفيدك بأول معلومة بهذه الطريقة، وأيضا بعدها ياخذ قياسات جسمك، ياخذ مثلا وزنك أو القراءات عنده معينة، ممكن يساعدك في بناء جدولك الغذائي أو بناء جدولك اللي هو التمارين نفسه. وأفضل فترة أن يكون معاك فيها خصوصا أول ثلاث أشهر، على أساس دائما يرشدك حق طريقة الجهاز، كيفية الجلوس، كيفية زاوية الذراع نفسها، عدد التكرارات، لأن الشخص يكون مبتدئ ما يكون عارف، فبالتالي إرشاداته حق المستقبل راح تنفع الشخص، ومن بعدها الشخص يحفظ طريقة التمرين بالشكل الصحيح، فبالتالي هني ما تسبب لأي إصابة، بالعكس المدرب معاك خطوة في خطوة، وأيضا راح يرشدك حق الطريق الصحيح وبناء جسمك ببناء صحي داخلي وخارجي، وأيضا إفادتك إلى تطوير جسمك، ومستقبلا راح تلاحظ أن بناء جسمك واللي يساعدك فيه اللي هو حق الحاضر والمستقبل بشكل كبير. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم في هذه الحلقة إن شاء الله اللي هو التمارين حق عضلات الظهر والعضلة القطنية مع البار الموجود بجانبي. طبعا عضلات الظهر اللي هي أعلى الظهر اللي هي عضلة البيطان، وكذلك عضلات القطنية اللي هي أسفل الظهر في هذه المنطقة. طبعا هذه العضلة مهمة جدا أنك تقويها وأنك تستهدفها بالشكل الصحيح، لأنها تساعدك في تمارينك بشكل عام، سواء الشخص اللي يلعب كروسفيت، سواء الشخص اللي يلعب تمارين كمال أجسام، أو الشخص أيضا اللي يلعب سباحة أو كرة القدم. بشكل عام أنت تحتاج هذه العضلة تكون معاك قوية على أساس تبعدك عن الإصابات بشكل عام. أول شيء طبعا طريقة التمرين الأولى راح تكون كالتالي. أخذ البار بهذه الطريقة
أنزل بهذا الشكل، أصعد بهذه الطريقة. لاحظ طريقة التمرين بهذا الشكل. بالنسبة حق التمرين أو طريقة التمرين الصحيحة، أثناء النزول لاحظ بهذا الشكل طريقة الرجل راح تكون على هذا المستوى. الصعود أصعد صدري للأمام بهذه الطريقة، راح يكون في انحناء في منطقة الظهر، بمعنى ما أنزل بهذه الطريقة. هذه الطريقة خاطئة، لاحظ مستوى جسمي، الجسم إلى الخارج، الانحناء إلى الخارج. الانحناء الصحيح بهذه الطريقة على أساس أستهدف عضلة الظهر بشكل صحيح، راح تساعدني بشكل كثير اللي هو استهداف العضلة القطنية للظهر. لاحظ أنزل بهذه الطريقة، أصعد إلى الأعلى بهذا الشكل. عدد الجولات تكون 4 جولات في 15 تكرار. هذا التمرين الأول. التمرين اللي بعده راح يكون اللي هو استهداف عضلة البيطان. نفس وضعية جسمي، نفس تقريبا طريقة التمرين، ولكن تختلف في طريقة الذراع، بمعنى أثبت جسمي بهذه الطريقة، أسحب بهذا الشكل. هذا التمرين استهدف لي عضلة الظهر. لاحظ من الجهة هذه قاعد تحرك معاي عضلة ظهري. عدد التكرارات أو الجولات عفوا 4 جولات في 10 تكرارات. هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث راح يكون كالتالي، راح أخذ البار وأستهدف عضلة الرجل اللي هو تمرين السكوات، بمعنى أثبت البار بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل. لاحظ طريقة التمرين بهذا الشكل، أصعد وأنزل بهذه الطريقة. طبعاً عدد التكرارات تكون أول جولات 4 جولات في 10 تكرارات. التمرين الأخير استهدف لي عضلات الرجل بالكامل، تمرين جداً مهم يساعدك كثيراً في تطوير عضلة الرجل. وهذا كانت تماريننا في هذه الحلقة، نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.